مع الجيم اللي جالسين نلعبه للكباتن الثلاثه وانا معكم، ها هل الدوري مضمون والتوقعات مضمونه في الدوري؟ وكل واحد له حريه الراي بسرعه، التقلبات اللي قاعده تصير والتغيرات في النتائج طبيعيه اللي قاعده تحدث في الدوري؟ علي او يوسف، اي واحد يبدا. اعتقد انها طبيعيه كابتن. اليوم من الصعب جدا انك انت في توقع وفي نظره معينه انت تنتظر بها، ولكن دائما في مع قوه الدوري مع تواجد لاعبين كثير اعتقد انها التوقعات دائما فيها بعض الشيء تقلبات. احمد انا اتفق معه، والوجود الان السبعه الاجانب في الدوري اصبح يعطي قوه للفرق. صحيح انه ممكن تتوقع شيء، لكن في ارضيه الملعب يختلف وقراءه مدربين تختلف، واحيانا ظهور بعض اللاعبين ممكن يكون في يومه يمكن ما يكون في يومه. فاعتقد الدوري عندنا دوري قوي يملك لاعبين محليين واجانب على مستوى عالي. اكثر ما يقلق المدربين يا كابتن التركيز ولا الخوف والقلق في بعض من بعض اللاعبين؟ عدم الانتظام في المردود ولا قلة التركيز بطبيعة الحال. ساعات تشوف لاعب قاعد يتمرن بكل جدية لكن يوم المباراة ما تلقاش اللاعب هذا. عدم الانتظام في المردود حسب تصوري أكثر حاجة تقلق المدرب ولسببين. هو نفسي ولا فني على عدم الانتظام؟ الاثنين. وأنا نتصور اللي أكثر نفسي وبدني وعدم محافظة اللاعب ما عندوش ريتم تاع حياته كويس برا من الملعب اللي اثر له ويخليه دائما معناها مردود نتاعه مش مسترسل، اللي ناتج على عدم المحافظه على جسمه على الطاقه نتاعه برا من الملعب.